ومن رام الله ينضم إلينا مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور عمار الدويك. أهلا وسهلا بك دكتور معنا في 19. لنبدأ من هذا التحقيق المستقل الذي دعا إليه غوتيريش حول حادثة دوار النابلسي، برأيك ما هي آلية هذا التحقيق إن حدث، وكيف تضمن ضمانته أو فعاليته أيضا؟ نعم، يعني هذه الدعوات ليس فقط من غوتيريش وإنما من أطراف دولية عديدة جاءت على خلفية إنكار إسرائيل للمجزرة واختلاق روايات أخرى وتحميل مسؤولية للفلسطينيين وللجوع أنفسهم، في حين أن إسرائيل في البداية اعترفت لكن غيرت الرواية بعد ما رأت ردة الفعل الدولية الكبيرة. التحقيق المستقل في تقديري لن يحصل، لأن إسرائيل عادة لا تقبل بوجود أي تحقيق مستقل ولا تتعاون معه ولا تسمح للمحققين الدوليين بالوصول إلى أماكن مسرح الجريمة. هذا شهدناه في كثير من الحالات السابقة، وهي دعوات فارغة من المجتمع الدولي، يعلم في النهاية أن إسرائيل لن تتعاون ولن تتعامل مع هذه الدعوات، لكن ممكن أن تقوم بعض الجهات الدولية. حتى دكتور حتى بضغط دولي لن تقوم بأي تحقيق، لن تسمح بأي تحقيق مستقل حتى إن ضغطت عنها الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، سيما في السياقات الأخيرة والمعطيات المستجدة حول محكمة العدل الدولية وغيرها من هذا الحرج الكبير الذي وضعت فيه إسرائيل مواليها. الولايات المتحدة لن تسمح بوجود تحقيق مستقل، وإسرائيل لم تخضع يوما لأي تحقيق مستقل، دائما رفضت التعاون مع جهات أو لجان تحقيق مستقلة. هذا لا يمنع أن تقوم لجان موجودة، يوجد لدينا لجنة التحقيق الدائمة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في سنة 21، وهي موجودة في جنيف ولها تفويض من مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وبشكل مفتوح دون إطار زمني. هذه اللجنة تستطيع أن تجمع بيانات، ونحن بدورنا كمؤسسات حقوقية فلسطينية عادة نزود هذه اللجنة بما يتوفر لدينا من إفادات وشهادات وبيانات. تستطيع هذه اللجنة أن تقوم بالتحقيق وأن تصدر تقريرها، لكن الاحتلال لن يتعاون معها ولن يعترف بنتائج تحقيقها كما جرى في جميع الجرائم السابقة التي جرت، وإسرائيل تاريخيا رفضت دائما التعاون مع أي لجنة تحقيق سواء دولية أو غير ذلك. تقوم هي بتحقيقاتها الداخلية، وهي تحقيقات طبعا لا تحظى بأي مصداقية، وعادة تسعى إلى التغطية على الجرائم وليس إلى إظهار الحقيقة. طيب دكتور، يعني هل يمكن القول اليوم بعد أكثر من 4 أشهر ونحن في الشهر الخامس للحرب على قطاع غزة، كان في البداية هناك تجاوزات وانتهاكات من الجانب الإسرائيلي، ولكن ربما تغيرت السياقات، وهل السؤال هنا هل يمكن القول بأنه قبل مجزرة النابلسي ليست كما بعدها؟ يعني للأسف طبعا المجزرة لا شك أنه تزيد الضغط على دولة الاحتلال، لأنها مجزرة بشعة بكل معنى الكلمة، هي بحق جوعة، بحق جوعة. والإسرائيليين عندما نشروا الفيديو كانوا يريدون تضليل الرأي العام، الفيديو أعطى نتائج عكسية عليهم، فيديو اللي هو الذي يظهر الآلاف الذين يتجمعون على الشاحنات، الفيديو أظهر حجم المجاعة والمأساة الإنسانية موجودة في شمال قطاع غزة. لكن ومع ذلك للأسف في ظل استمرار دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وإعطائها الغطاء لا نتوقع نهاية سريعة للحرب، بالعكس يعني اليوم الولايات المتحدة أبطلت بيان، وليس قرار عن مجلس الأمن، أبطلت صدور بيان يدين دولة الاحتلال في هذه الجريمة، وبالتالي لا نرى للأسف أنه هذه المجزرة ستؤثر بشكل فوري. واضح أنه ما زالت إسرائيل مستمرة في جريمتها وتصريحات الإسرائيليين وسيستمرون، والولايات المتحدة ما زالت تعطي الغطاء وإن كانت يعني تسريبات انتقادات هنا وهناك، لكنها غير كافية ولا تشكل ضغط حقيقي على إسرائيل، بالعكس هو غطاء للاستمرار في الجرائم. طيب سنعود إلى نقطة الأمم المتحدة والمسار الأممي، ولكن دكتور هل برأيك ما قامت به إسرائيل في دوار النابلسي يمكن أن يكبح جماحها لشن عملية مرتقبة في رفح؟ يعني أيضا هذا غير واضح وغير أكيد، بالعكس يعني اليوم أعطيك مثال، اليوم وزير وما يسمى وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير كتب على صفحته على تويتر يمدح الجنود الإسرائيليين الذين قاموا بإطلاق النار،
وقال هؤلاء شجعان وأبطال. وبالتالي المزاج العام في دولة الاحتلال وفي حكومة الاحتلال هو مزاج حرب، ويعني هذه الجرائم لم تشبعهم دماء الفلسطينيين، يعني لم يرتووا بما يكفي من دماء الفلسطينيين، سيستمرون في جرائمهم. نتنياهو قال أنه لن يوقف الحرب، بالنسبة له رفح هو الهدف النهائي، وهو يعتقد أنه إذا دخل رفح سيعني ينتصر. وبالتالي الآن الضغوطات عليه من قبل الولايات المتحدة لكيفية التعامل مع المدنيين وليس لوقف العملية. يعني الولايات المتحدة لا تمانع إجراء عملية في رفح، لكن هي تختلف عن الأسلوب، وتريد كما يقول الأمريكان ضمانات لتخفيف عدد قتلى المدنيين، لكن بالتأكيد أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى يعني عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين الفلسطينيين. نتحدث إحنا الآن 30,000 شهيد منذ 5 أشهر، بمعنى يوميا يسقط 200 شهيد فلسطيني بشكل يومي بالمعدل، هذا رقم كبير جدا. الآن إذا دخلوا رفح العدد بالتأكيد سيزيد، عدا عن إمكانية التهجير. الآن نتحدث عن خطر أكبر من موضوع رفح، الآن المجاعة، المجاعة في شمال قطاع غزة. الآن أعداد الوفيات هي بالأفراد، لكن حسب عادة كيفية ديناميكيات المجاعات التي تحصل في العالم أنها تبدأ بأفراد ثم يحصل ما يسمى انفجار في الوفيات، والخوف الآن من حصول انفجار في الوفيات في منطقة شمال قطاع طيب غزة. دكتور، كيف تترجمون هذه الخشية؟ وأنت تحدثت لي في بداية المداخلة عن التنسيق بينكم وبين اللجنة المتواجدة في جنيف، وكيف يتسق كل هذا المسار مع أيضا مسار محكمة العدل الدولية لتعزيز موقفها أكثر في أي قرار مرتقب ضد إسرائيل؟ أنا أعتقد أولا المسارات الحقوقية والقانونية تسير بشكل جيد، وبالعكس هي استنفذت، يعني عمليا قرار محكمة العدل الدولية بالتدابير الاحترازية هو أقصى شيء يمكن الحصول عليه من المنظومة القانونية الدولية، وحصل عليه الفلسطينيين بفضل يعني تدخل جنوب أفريقيا. الآن المشكلة ليست في المسار القانوني، هنالك انفصال في العالم وفي القانون الدولي وفي المنظومة الدولية ما بين القانون الدولي وما بين الواقع. القانون الدولي أعطى الفلسطينيين الآن من خلال قرار محكمة العدل الدولية أعطاهم تدابير احترازية، لو احترمتها إسرائيل ستوقف الحرب وستوقف المجاعة وستوقف المجازر، لكن الواقع خلاف ذلك، لأن القانون الدولي إنفاذ القانون الدولي بأيدي الدول، والدول خاصة الدول الكبرى والولايات المتحدة تحديدا لا تريد إنفاذ القانون الدولي تحديدا فيما يتعلق بفلسطين. وبالتالي نحن نستمر بعملنا الحقوقي وننسق مع جميع الجهات الدولية والمحلية والإقليمية، وهنالك جهد حقوقي كبير جدا سواء على صعيد التوثيق او على صعيد محاوله العمل الاغاثي او على صعيد فضح الجرائم الاسرائيليه، لكن كل هذا حتى الان غير قادر على احداث فرق بسبب ان الولايات المتحده ما زالت تعطي الغطاء الكامل أشكرك. لاسرائيل في الاستمرار في جرائمها. من رام الله، مدير عام الهيئه المستقله لحقوق الانسان في فلسطين الدكتور عمار ادويك، شكرا جزيلا لك.